من ذهب إلى المدينة المنورة، فما هي الأماكن التي يشرع زيارتها؟ ما فيها أماكن تشرع زيارتها إلا مكانين. الأول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوره للصلاة فيه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه عن 1000 صلاة فيما سواه. الثاني مسجد قباء، تزوره لتصلي فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه. وما عدا هذا ليس في المدينة أماكن تزار إلا زيارة المقابر، زيارة البقيع تسلم على الموتى وتدعو لهم، زيارة قبور الشهداء في أحد تسلم عليهم وتدعو لهم، لا بأس، هذا سنة، زيارة القبور سنة في المدينة وفي غيرها. نعم.